اتكلمنا في المرة اللي فاتت أو في آخر لاب عن الكونسبت اللي هو الكمباني يبقى ليها أكتر من برانش. هعمل الكونسبت ده، هتكلم الأول في الجزء الخاص بالهيد كوارتر، وبعدين هتنقل في التوبولوجي للبرانش. الهيد كوارتر بيتكون من تو شاسيه من الفاير وول بينهم availability، نفس الكلام بيسري على الكور سويتش، والاتنين فاير وول كونكتد بال بس سويتش من خلاله في كونكتد على تو سيرفيس بروفايدر. التو سيرفيس بروفايدر دول هما حلقه الوصل ما بين الهيد كوارتر والبرانش. اول حاجه هبدا فيها الكونفيجريشن في التوبولوجي دي، هبدا بالكور سويتش. هدخل على الكور سويتش الاول، كور سويتش اندرسكور 01. عندي اربع انترفيسز، منهم اتنين انترفيسز كل واحد منهم واصل على كل فاير وول. عندي كمان سويتش بيوصل ما بينه وما بين الكور سويتش رقم اتنين. خليني اول حاجة هدخل جوه الكونفيجر تيرمينال مود، هقول له VLAN. عندي هنا VLAN 7، النيم هي الاي تي، اكزت. عندي انترفيس VLAN 7، الاي بي ادرس هيكون في الحالة دي، ارجع للتوبولوجي، الاي بي ادرس هيكون 10.195.7.1/24، exit. تمام. عندي فيلان رقم اتنين، هي فيلان كام؟ فيلان 8، فين فيلان 8؟ تمام. النيم هيكون في الحالة دي، whatever اي نيم، say مثلا AFD، exit. ال IP address في الحالة دي هيكون 10.195.7.8/1/24. interface VLAN، ده ال interface VLAN 8. تمام. ال IP address لو 10.195.8، بقي لي بس ال VLAN 154 اللي انا كنت بشاور عليها دلوقتي. النيم firewall when inside underscore n اللي هي stands for inside. interface VLAN 154، ال IP address زي ما بشاور بالظبط، سوري IP address هيكون 10.195.199.34/29، هتبقى 248 IP address. تمام. بعدين end. شو IP interface brief. ظهر عندي 3 VLAN 7 و8 و154 على الكور سويتش الأول. هقول له شو interface description. أنا already مضيتش description اللي هو VLAN 7 و8. 7 كان up، 8 كان down. هدخل على ال access switch اللي هو switch underscore LAN configure terminal. VLAN 7، name IT، X. VLAN 8، name AFD، exit. هعمل دلوقتي الانترفيس او اللينك الوصل ما بينهم، انترفيس ايثرنت 1/1، سويتش بورت مو ترانك، و تو انترفيسز الباقيه، انترفيس ايثرنت 1/2، سويتش بورت مود اكسس، مود اكسس، switchboard access VLAN 7، end. هروح من البي سي اديله الاي بي ادرس بتاعه 777/24، الجيت واي هيكون 195.7.1، الجيت واي بتاعه. هبنج على الجيت واي، بينج سكسسفول. ده من ناحية البي سي اللي هو اسمه لان underscore headquarter. طيب الديفايس اللي بعد كده هو الفاير وول، الشاسيه رقم واحد، استخدمت في اللاب ده او في التوبولوجي دي 40 جيت. خلينا نعمل management interface configure system interfaces. هقول له edit port 1، set mode static، set IP
الحالة دي اخترت 10 195 6 166 سلاش 32 set allow access ping http https. الستبل بعد كده المفروض ان انا اروح افتح البراوزر بتاعي. خلينا بس قبل ما افتح البراوزر اتشيك البينج من الفيزيكال بي سي بتاعي لان انا ربطه بالفيزيكال بي سي. لسه مش قادره ان انا ابنج ليه بالرغم ان انا فتحت بروتوكول البينج. عملت display هقول له configure. هدخل تاني جوه configure system global هقول له set host name firewall underscore when underscore ac and show system interface. لقيت ده الاي بي ادرس اللي انا عاملاه في البورت 1 اللي انا اوريدي واصله بيه او ربطاه بالفيزيكال بي سي او الفيزيكال ماشين بتاعتي. edit port 1 set اي بي 10.195.6.166/32 خليتها سلاش 24 set allow access ping http and https. انا كده عدلت البورت 1 خليت الاي بي ادرس 6.166 والبنج كان up and running في الحالة دي. تمام هرجع تاني على البراوزر على الاي بي ادرس اللي هو 6.166 admin اوكي. هرجع تاني بس على الايف توبولوجي بتاعتي عشان اشوف انا عملت ايه ومحتاجة ان انا اعمل ايه. مستنية يلود كده. انا دخلت جوه الشاسيه الاول او الفاير وول الاولى. تمام هدخل على تابت الانترفيسز. عندي البورت رقم 4 واصل بالسويتش. عندي بورت 5 واصل بالكور سويتش. بورت 5 اهو دخلت عليه. عامل الكونفيجريشنز الخاصة بيه اللي واصلة مع الكور سويتش. الالياس او سمي اي اسم وليكن انسايد. الستبل بعد كده محتاج ان انا هرجع للفايرول هعمل انترفيس اسمها redundant انترفيس ما بين التو لينكس الواصلين على الكور سويتش الاول والكور سويتش التاني. هسميها redundant انترفيس على اضيف ليها بورت 5 وبورت 6. بورت 5 على الكور سويتش رقم 1 بورت 6 على الكور سويتش رقم 2 بحيث ان لو حصل فيلير لاي واحد منهم التاني يكون ان اكشن. هسميها اي اسم وليكن انسايد الممبرز 5 و 6 زي ما انا قلت في البدايه. الادرس هيكون 10.195.199.36/29 واقدر ارجع للتوبولوجي عشان اتاكد من النقطه دي. انا كده اوريدي اتكرييتد الريدندنت انترفيس بالتو بورتس وفتحت بروتوكول البنج عليها. هفتح الكونسول من داخل الجي او اي هبنج من خلاله على 195.199.34 34 كده بنجت ببنج على الكور سويتش رقم 1. ومن ناحية الكور سويتش رقم 1 هبنج على 199.36. تمام كده دلوقتي انا بدأت أعمل أول كونكشن خاصة بالكور بالشاسية رقم 1 من ناحية الفايروول. هرجع تاني على بورت رقم 4 على الفايروول هسميه الأوتسايد. الرول هيكون كونكتد من ناحية الوين. الاي بي ادرس هيكون 195.199.129/29 ده كان بورت 4 اللي واصل على الوان وبالتبعية على السيرفيس بروفايدر وكونكت مع البرانش رقم 2. اول راوتر هكونكت عليه اللي هو الراوتر اندرسكور وين 1 اللي فوق. محتاجة بس اخرج برا المود ده. طبعا انتوا عارفين المود ده ان انا يعني تمام كده انا خرجت برا المود ده. اول حاجه هدخل على enable mode بعدين configure terminal.
عندي 2 انترفيس، انترفيس خاص ايثرنت 1/0، هقوله الاي بي ادرس في الحالة دي كان 10.195.199.130 /29 نو شت داون اند، هبنج على 129 ما نجحش خطوة البنج. ليه بقى؟ كررت نفس خطوة البنج مرة تانية وكان success rate تمام 5/5 تمام كده. انا بنكت من الراوتر على الانترفيس الخاصة بالفايروول، بعدين هدخل على الراوتر التاني الواصل مع السيرفيس بروفايدر رقم 2، هكرر نفس الخطوات مع اختلاف الاي بي ادريسز على الانيبل مود، ابنج على 199.129 ده كان زي ما قلت في الراوتر اللي فات، ده كان الانترفيس بتاع الفايروول. اوكي خليني دلوقتي اتنقل، انا كده حطيت الاي بي ادريسز سواء من ناحيه السيرفيس بروفايدر الاول او من ناحيه السيرفيس بروفايدر رقم 2. هتنقل برانش رقم 2 في النتورك دي، وهبدأ تحديدا أول حاجة بالفايروول، هبدأ بالشاسي رقم 1 اللي هو اللي فوق، هدخل على التيرمينال باسورد طبعا ادمن تمام، عامل اي باسورد جديدة تمام. أول حاجة هبتدي ان انا احط المانجمنت اي بي ادريسز، خليته مثلا سيسكو ات 123 ادمن سيسكو ات 123 كونفيرم تمام. اول حاجه هطلع على الكونفيجر سيستم جلوبال، سيت هوست نيم فايروول اندرسكور وين اندرسكور B01 اللي هو موجود في التوبولوجي بالظبط. اوكي اند هبتدي احط الاي بي ادريسز، كونفيجر سيستم انترفيس، اديت بورت 1، سيت مود ستاتيك، الاي بي ادريس هيكون 10.195.199.167/24 سيت اي بي ادريس. set الاي بي ادرس set allow access ping http https، هبدا ان انا بنج على الاي بي اللي هو 167.6.167 10.195.6.167 ببنج من الفيزيكال بي سي تاعي انريتشبل ببنج على 677
بعد ما نجحت ان انا ابنج من الفيزيكال بي سي على الاي بي ادرس بتاع الفايرول، هبدا ان انا افتح اي براوزر وادخل بالجي او اي ميثود باي براوزر على 195.6.167 يوزر نيم ادمن ادمن. اوكي هدخل، محتاج ان انا اعمل انترفيسز من ناحية السويتش على اليمين او حتى على الشمال او من ناحية الشاسيه التاني في الفايرول. هبدأ اول حاجة بالسويتش الاندرسكور اي اس بي، عندي 2 فيلان، كل فيلان منهم بسيرفيس بروفايدر منفصل، انا اوريدي كريتها وعملت اساينمنت للانترفيسز بداخل الفيلانز دي، عملتها من ناحية السويتش، باقي ان انا اعملها من ناحية الفايرول. هيكونوا موجودين في نفس السبنت سواء 244 او حتى 255، كل واحدة بتبلونج للسيرفيس بروفايدر منفصل. عندي 2 بورتس بيبلونج للفيلان الاولى و2 بورت بيبلونج للفيلان التانية في الشاسيه الاول والشاسيه التانية اصل، بلس ان في هاي افيلابيليتي 2 انترفيسز ما بين الشاسيه الاول والشاسيه التاني. طيب انا اوريدي دلوقتي كان عندي انترفيس ايثرنت 1/1 و0/3 وانترفيس 2/1 و2/3، دول كانوا بيبلونج للفيلان التاني. خلينا كده بقى نبدا من ناحيه الفايرول. اول حاجه هدخل على النتورك انترفيسز، عندي في الانترفيسز بورت 2 هديله اي نيم، الاي بي ادرس لو رجعت للتوبولوجي الرول بتاعه اهو وين بورت 2 ده، تمام. الاي بي ادرس هيكون 10.63.255، من الناحيه دي كان دوت 254 ومن الناحيه دي كان دوت اوكي /30، تمام. ده بورت 2، هعمل بورت 3، رول وين 63.244.254/30، ده كان 2 و3، دول 2 physical interfaces، service provider الأول والservice provider الثاني على الشاسيه الأول. طبعا أنا بس عندي تعديل، 254 دي كانت من ناحية الراوتر، لكن الانترفيس بتاع الفايرول نفسه أخد دوت 2، سواء 244.2 أو حتى 255.2. كده أنا عدلت بورت 2 وبورت 3 على الشاسيه الأول من الفايرول. الانترفيس التالت ده كان واصل بالفيزيكال بي سي بتاعي، عملت بينج على الاتنين 244.2، ده اللي هو نفسه، يبقى هبنج على 254، هبنج على 255 اكسكيوت بينج على 254 اللي هو ده، مش قادر ابنج عليه. هرجع تاني على الراوتر اللي هو راوتر اندرسكور وين، عملت شو اي بي انترفيس بريف، شو اي بي انترفيس بريف دي فيلان 44 وفيلان 55 اوريدي متكريت 210.63.244.254، ومن السويتش هحاول ان انا اشوف الفيلان، عندي فيلان 44 وفيلان 55 والانترفيسز اوريدي معمول لها اساينمنت جوه الفيلان الاولى او حتى الثانيه، ليه مش قادره ابنج؟
بعد ما عملت تري تشيك وترابل شوتينج على كله خلاص، انا رجعت فتحت شاشة الكونسول تاني من البراوزر، قدرت ان انا ابنك سواء 244 او حتى 255 254، قدرت ان انا اشوف او اعمل ريتشابيلتي للتو راوترز، ارجع تاني للراوتر عشان احاول ابنج على الفايرول، شو اي بي انترفيس بريف. اوكي انا اوريدي مغيرتش حاجه في الكونفيجريشنز، يعني هعمل على الراوتر التاني نفس الكلام، شو اي بي انترفيس بريف، دول 244 و255. هبنج دلوقتي من على الراوتر على ال two interfaces للفايروول، هو دوت اتنين ودوت اتنين successful، 255 دوت اتنين successful، ان شاء الله تمام كده two successful pings على two ISP VLANs. عندي بورت 1 و4 واصلين على السويتش، وبورت 5 و6 على الشاسيه التاني. خلينا كده نكمل بقية النتورك انترفيسز. كده خلصت 2 و3، هعمل دلوقتي بورت 4، ده واصل على اللان، هفتح البنج الاي بي ادرس 10.18.1.1/24 و بورت 1 هيكون ده البورت 1 اهو، عفوا بورت 1 واصل على الفيزيكال بي سي. بقيت دلوقتي بورت 5 و6 اللي هو الهاي افيلابيلتي، دخلت على البورت 5 فتحت البينج، عملت الرول بتاعته هاي افيلابيلتي، هقارن نفس الاستيب على بورت 6 سميها اتش اي، هفتح عليها البينج والرول بتاعتها هاي افيلابيلتي. انا بس محتاجه ان انا هرجع تاني للهيد كوارتر نتورك، انا كنت شغاله في البرانش، هرجع تاني للهيد كوارتر عشان اعمل تشيك ما بين البي سي اللي هو تحت اللي هو لان اندرسكور اتش كيو، هبنج منه على الفايرول عشان ابدا ان انا اجمع التو نتوركس مع بعض. هبنج على 195.199.130، ده اللي هو الفايرول نفسه، ببنج من البي سي على الفايرول نفسه التاني تايم اوت. فعشان خلينا نعمل كده ترابل شوتينج ستيبس، فاكيد اول ستيب هبدا ان انا اشوف الكور سويتش تحديدا الشاسيه الاول. دخلت دلوقتي على الكور سويتش الاول نيو المود، محتاجه ان انا بعد ما ادخل طبعا على الكونفيجر تيرمينال ان انا اشوف الروتس، الاي بي روت 10.195.199.0/ اللي هي النتورك دي، محتاجه ان الجيت واي بتاعها او النكست هوب هيكون 36 اللي هو في الحاله دي الفايرول. انا اخدت السبنت كامله سلاش 24، الجيت واي بتاعها هو الفايرول. طبعا البنج لسه ستيل تايم اوت من ناحيه البي سي، فخلينا كده ندخل على الفايرول. طبعا كده كل الكلام ده انا في الهيد كوارتر، عشان كده لو تلاحظوا في البراوزر فوق انا كتبت 6.166. السويتش او الكور سويتش الاول واصل على بورت كام؟ على بورت 5. فانا دلوقتي هعمل ستاتيك روت ما بين السبنت بتاع البي سي للفورتينت. السبنت بتاع البي سي كان 70/24 والجيت واي هيكون 199.34، وهنرجع تاني للبنج اللي هو ستيل تايم اوت. انا كده عملت الانترفيسز كلها تمام، وعملت الستاتيك روت، وعملت ستاتيك روت من ناحيه الكور سويتش نفسه. كده اوريدي عملت تشيك على الانترفيسز، ده اللي هو الانترفيس بأربعة، ده الاوتسايد 195.199.129. تمام، باقي لي بس ان انا كريت بوليسي. البوليسي دي من الانسايد للاوتسايد. انا اوريدي خلاص يعني خلصت خطوه الاستاتيك روت، فهبدا ان انا هعمل بوليسي تسمح للبي سي ده ان هو هيكون هو السورس في الحاله دي. فعملت فايرول بوليسي اسميها اي اسم معبر، الانسايد underscore outside from inside to outside ال source هو البي سي اللي هو 7، خليتها all destination all schedule all service all
وهنرجع لشاشة البنج اللي فعلا البوليسي كانت هي الحل. بالنسبة للبنج من البي سي في الهيدكوارتر كنت ببنج على 199-130. هعمل بوليسي تانية from outside to inside reverse outside to inside all to all all. طبعا هي مش اوبتيمال بس عشان اعملها عشان اللاب بس. ليه؟ عشان لما ارجع ابنج من البرانش على الانسايد او لوكال نتورك. حلو. دلوقتي هكمل بقى سلسلة الروت كاملة على مدار التوبولوجي. هتنقل دلوقتي للراوتر، هعمل الروت كونفيجر تيرمينال اي بي روت، هسمح للسبنت كلها يعني خليها 16.10.195.0.0/16. يعني انا سمحت للانسايد نتورك كلها الجيت واي هيكون 10.195.199.129. خليني كده ابنج من البي سي اللي موجود في الهيد كوارتر اللي هو اسمه لان اتش كيو، ابنج على البي سي الموجود في البرانش اللي هو 18.10.18.1100. طب خلينا طبعا انريتشبل تريس، واضح ان هو معدي من البيلان 195-199-36، اللي على الشمال 34 واللي على اليمين 36. خليني كده ندخل على الكور سويتش واشوف الرانينج كونفيجريشن. انا شو رانينج كونفيجريشن هشوف بس السكشن الخاص بالروت. ده الروتس بتاعي، عندي الروت اللي هي 18 عادي من خلال 10.195.199.36. خليني كده اضيف الروت ده على الفاير وول. هدخل على تابة الستاتيك روت، الديستنيشن هيكون 63.255/24، الجيت واي هيكون 10.195.199 من هنا، تمام هيكون 199.30 عشان اوصل ل 63.10.63. هتخرج من خلال بورت 4 اللي هو كونكتد مع الوان. انا موجود على الفاير وول اللي هي الفاير وول وان اندرسكور 01. انا هخرج من الانترفيس اوتسايد بورت 4 والادمنستريتيف ديستنس از ات از، هخرج من خلال الراوتر وين اللي هو ده اللي انا بشاور عليه. طيب انا دلوقتي انا دلوقتي موجود على الراوتر وين، هشوف بس الكونفيجريشنز الخاصة بالانترفيس فاست ايثرنت 1/0.
بعد ما انا اتاكدت خلاص من الكونفيجريشنز الخاصه بالراوتر الاول وحتى كمان الراوتر التاني، هرجع تاني للفاير وول. عندي الستاتيك روتس انا اوريدي عملت على السيرفيس بروفايدر الاول اللي هو كان 255، هعمل على السيرفيس بروفايدر التاني اللي هو 244. هعمل بس كلونينج، مش لازم ان انا اكريت بوليسي من اول وجديد، هغير بس السورس وديستنيشن او الجيت واي هو هو اللي هو 199.131. بعد ما خلصت هرجع دلوقتي على الفاير وول في البرانش، في البرانش على الفاير وول ده، اتاكدت من الستاتيك روتس اعتقد ان هي تمام كده مفيش حاجه ناقصه. باقي ان انا اتاكد من الانترفيسز، انا اعتقد ان انا خلصت انترفيس البورت 1 و4 اهو، عملت 4 بس محتاج ان انا اتشيك على البورت نتورك انترفيسز. انترفيسز عندي بس بورت 1 ده اللي هو واصل مع الفيزيكال بي سي بتاعي اعتقد، ايوه عندي بورت 5 و 6 لسه لي بورت 4 2 و 3 اللي هما الهاي افيلابيلتي تمام، باقي لي كمان تو انترفيسز اللي هما واصلين مع السويتش اللي من خلالهم واصلين مع السيرفيس بروفايدر، دول كان 5 و 6 تمام هاي افيلابيلتي، 1 و 4 تمام، لسه 2 و 3 اتنين وتلاتة دول واصلين مع السيرفيس بروفايدر. وبعدين بعد ما كده خلاص ان انا عملت تشيك عليهم، هبدا ان اعمل ستيب الخاصه بالفي بي ان. حلو، فدي اول مره هنعمل الفي بي ان على الفاير وول من النوع 40 جيجا. هعملها ازاي؟ تعالوا كده نشوف. عشان اكريت الحته دي هدخل على انتر في على ايه، على الفي بي ان تاب، هختار من الاي بي سيك تونلز وهكريت نيو تونل ما بين البرانش والهيد كوارت، هكريت نيو اي بي سيك تونل هسدد لها اي نيم مثلا، اخترت اوبشن كاستم يعني في بي ان برانش. نيكست ريموت جيت واي، اخترت outside port لو بورت 4 انترفيس يعني، هعمل pre-share key اختار اي key واحاول افتكر الكي ده لان هستخدمه في البرانش التاني او في الهيد كوارتر يعني، هستخدم pre-share key في complex اهو الانكريبشن و عملت الفيز 2 دي اس اتش اي 1 اوكي، عملتها من ناحيه الفاير وول اللي في البرانش ده الفي بي ان، وستيل الستاتس بتاعتها داون لان اوريدي ما عملتش من الناحيه الثانيه. اوكي ده من ناحيه اي بي سيك تانلز، هعملها على اليونت الثانيه كرييت نيم في بي ان اندرسكور اي نيم يعني اي نيم معبر في بي ان اندرسكور ام اف ان. نيكست اختار استاتيك اي بي ادرس، الاي بي ادرس هيكون 10.195.199.129 على بورت 2 سوري بورت 3
البريشيلد كي نفس البريشيلد كي ال already بيوزد يعني، ما ننساهوش. الانكريبشن لازم يكون متماثل في الحالتين. عملت دي اس من ناحية الفيس 2 وبعدين عملت اوكي. بما ان انا عندي 2 انترفيسز بورت 2 وبورت 3 فاكرر نفس الستيب. في بي ان اي بي سي كوازر هدي الاي اس في بي ان مثلا نيكست. الاي بي ادرس 10.95.199.129. اللوكال جيت واي اخترت الانترفيس بورت 2 في شيرد كي نفس الستبس بالظبط الفيز 1 والفيز 2 الاثنتيكيشن. اوكي كده انا عملت الاثنين على بورت 2 وبورت 3. عشان بس نفهم احنا عملنا ايه، على الفايروول اللي انا بشاور عليها دي في الهيد كوارتر عملت بورت 4 اللي هو الفايروول التانية، ومن ناحية البرانش عملت بورت 2 وبورت 3 على البرانش. طيب انا دلوقتي هدخل على نتورك انترفيسز ونفس الكلام من ناحية الفايروول التانية هبنج على 195.199.129. لسه ال في بي ان ما قامتش، فهدخل على الستاتيك روتس هشوف انا محتاج ان انا اضيف حاجة. هنا هدخل على التابة اللي هي اسمها SD-WAN زون، هسميها SD-WAN Service Provider، هعمل Add New وهحط فيها الممبرز. الممبرز المفروض ان هما 2 و 3، بورت 2 و بورت 3 على الفايروول دي. دي SD-WAN زون اهي، بس لسه محطتش IP addresses او ports جواها، فهرجع تاني عليها هعمل edit. ومحتاجة ان احط الانترفيس ممبرز. الانترفيس ممبرز هما الانترفيسز في الحالة دي هيكونوا بورت 2 وبورت 3. بورت 2 وبورت كمان 3. الاثنين حطيتهم بداخل الوان زون اللي اسمها SD_WAN_Service_Provider. تمام كده انا حطيتهم بداخلها بورت 2 وبورت 3. هرجع تاني على الراوتر رقم 2 اللي انا بشاور عليه دلوقتي. خلينا بس نشوف شو IP Interface Brief. Interface Brief عندي VLAN 44 اللي هي 244.255 شو رانينج انترفيس، دي اللي هي 244 الفيلان اللي هي assigned هنا على بورت 244 والتانية البورت التانية خليه 255، يبقى كل واحد منهم مربوط بسيرفيس بروفايدر معين. واحد مربوط بال 244 وواحد مربوط بال 255. لو بنكت على الجيت ويز 255 بينجابل من ناحية الفايروول الموجودة في البرانش. الستاتيك روتس هضيف الستاتيك روت الديستنيشن هيكون 199.0/24. عملت اهي هي النتورك اللي بشاور عليها دلوقتي من خلال الانترفيس اللي اسمها SD-WAN اللي انا اوريدي كريتها. لو بنكت على 199.129 كان سكسسفول من خلال ال VPN. هدخل على الفايروول التانية اللي موجودة في الهيد كوارتر. انا دلوقتي موجودة في الهيد كوارتر، بما ان التامل ستيتس لسه داون فهدخل على السكشن الخاص بالبوليسز هكريت بوليسي جديده
new policy هسميها اي اسم، وليكن مثلا outside underscore inside. incoming interface هو ال VPN الاولى او الثانية، سواء من بورت 2 او حتى 3. ده هيكون ال incoming. على الفايروول اللي موجودة في الهيد كوارتر هعمل زون، كاريت زون هسميها VPN underscore SSP. محتاجة ان انا اضيف لها interfaces، هضيف لها interface VPN والinterface والgateway هو 0 default gateway. يعني بقى عندي الاثنين VPN موجودين جوه الزون دي. كده دلوقتي بقى عندي الاثنين موجودين، بس لسه مفيش اي داتا. هعمل policy from outside to inside. The incoming interface هو SD ال VPN. ال outgoing interface هو البورت 4. ال source all، ال destination all، ال service all. وقفلت النت. دي البوليسي الكرييتد. هرجع تاني اشوف البوليسي الاوتسايد داش انسايد. كده في ريبليكيشن للنيم دوبليكيشن اندرسكور في بي ان من الفي بي ان برانش تو الانسايد. السورس اول، ديستنيشن اول، السيرفس اول. وقفلت النت. ده من الفي بي ان اب تو انسايد. التانلز بقت اب، وبقى في عندي داتا ريت مقروءه على التانل دي. دي الاي بي سيك تانلز. هنا كانت اكتف واب، وعلى بورت 3 كانت ان اكتف. دي الريت او داتا ريت. خلينا نشوف هي كانت داون محتاجة ان انا اضيف دلوقتي راوتينج بروتوكول. هستخدم دايناميك راوتينج بروتوكول هو الـ OSPF. بس خلينا نشوف الانترفيسز في البداية. الانترفيس اللي اسمها الـ VPN branch. الـ IP address في الحالة دي هيكون 53.252.1. الريموت هيكون .2/24. ده ريموت اي بي. فتحت بروتوكول البنج. اوكي كده انا كريت الانترفيس.
هرجع تاني لتابة الـ Network Interfaces. انا كريت الانترفيس الاولى، محتاجة ان انا اعمل الانترفيس التانية اللي هي related ببورت 3. عملت بورت 2، لسه بورت 3 252.2 والريموت كان دوت 1 سلاش 32، وفتحت كمان بروتوكول البنك. لسه الـ VPN نفسها الـ IP 252.3 والريموت كان دوت 1 سلاش 32 والبنك. هرجع بنك دلوقتي من الفايروول على 252.1 كان ريتشابل، ومن خلال الفايروول هعمل OSPF Dynamic Routing. الاريا كانت زيرو، الاي بي او النتورك هيكون 252.0 سلاش 24، الاريا برضو الاي بي كان 18.1.0 سلاش 24، النتورك التالتة كانت سوري هي خلاص كده خلصنا التو نتوركس 63 و18. الانترفيسز هتكون ال VPN اللي اسمها ال VPN underscore ASP، اسميها اي اسم، اسم معبر يعني، وليكن SD1. هضيف تو انترفيسز، الانترفيس الريليتد ببورت 2 والانترفيس الريليتد ببورت 3. انا كده ضفت الأولى وأضيف الثانية كمان اللي هي related ببورت 3. كده أنا ضفت أهو two interfaces و SPF ضفت two networks. أوكي، هتنقل الفايروول الموجودة في الهيد كوارتر، هعمل من تابة النتورك OSPF، هكريت ال اريا اي دي كان زيرو، النتورك كانت 63.252.0/24، الانترفيسز كان عندي اسميها اي اسم وليكن في بي ان، انترفيس VPN branch اللي هو related port 4، apply. هرن الكوماند اللي هو get router info ospf neighbor. ظهر عندي neighboring network 252.1 عن طريق الانترفيس اللي هو VPN، و البنج من البي سي على سوري التريس من البي سي على 18.1.1 او حتى 100 كان بيعدي على النتورك اللي هي 199.36. لو بنكت من البرانش او البي سي اللي موجود في البرانش على 18.1.1 والـ 777 في الهيد كوارتر،
كانت كمان successful. ولو عملت trace لاحظت ان انا عديت من 7 77. اوكي لسه ستيل، بس اللي انا مش شايفة 18 100 من الهيد كوارتر. لو انا ببنج من الهيد كوارتر مش شايفاه. باقي عشان اكمل اللاب ده ان انا افنش باقي الديفايسز اللي انا اوريدي لسه ما عملتهاش كونفيجر، منهم الفاير وول الثانيه في الهيد كوارتر. المفروض ان انا اتاكد من هاي افيلابيليتي بين التو شاسي، فدخلت على تابة السيستم بعدين هاي افيلابيليتي. واحده منهم لازم تكون البريوريتي منها اعلى، فهخلي الشاسي الاول 130 والتاني خليه 129 او حتى 128. عملت باسورد لهاي افيلابيليتي بين التو شاسي، هعمل الكوماند اللي هو شو سيستم هاي افيلابيليتي، طبعا هما مربوطين اوريدي. ادمن سوري، احنا كنا غيرناها سيسكو ات 123 على الشاسيه الاول ومغيرناهاش على الشاسيه التاني. تمام. configure system global set host name firewall underscore wan end. هقوله بعدين configure system high availability set group name. شوف الجروب نيم كان هناك ايه وعمله زيه بالظبط. هعمله زيه بالظبط. المود ايه داش ايه اكتف اكتف. get system high availability status. ممكن أرن كل الكوماندز دي من الجي يو اي، فانت كده شفتها بالطريقتين سواء الجي يو اي او حتى السي ال اي. show system interface، انا طبعا واصله بالتو interfaces. get system high availability status. show system high availability. انا كده اتاكدت من السيتنج من كل شاسيه على حده.
البريوريتي كانت هنا كام والبريوريتي كانت هنا كام. Set group كده انا اتاكدت 100% ان الاثنين كانوا up and running، الهاي ابيليتي كان up and running، وهتاكد دلوقتي حالا بان نفصل الشاسيه منهم، وهعمل بينج ماينس تي بحيث ان اشوف عدد الباكيتس. دلوقتي عندي الاثنين اهو سينكرونايزد، بريوريتي الواحده منهم اعلى من الثانيه 120 و128، وهعمل دلوقتي بينج من اي ديفايس تاني وليكن حتى من الكور سويتش ولا من اي حاجه، يعني زي مثلا من السويتش. هفصل دلوقتي هعمل شوت داون لواحد منهم واشوف تأثير ده على البنج كان ايه. عملت ستوب اهو، يمكن بس باكت او اتنين بس اللي يقعوا لانه اوريدي التاني موجود up and running in service. يعني ده من ناحية اهو، لو تلاحظوا باكت واحدة بس اللي وقعت، لكن السيناريو كان تمام running ما بين الهيد كوارتر والبرانش، مفيش اي مشكلة تماما. ولو رجعت تاني عملت اب اهو للشاسيه مره تانيه، مفيش يعني ما حسش حتى في البينج، ومستنيه ان هو يرجع تاني ان سيرفيس. هعمل ريفرش، ظهر تمام مفيش مشكله.